أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة الدجاج الخضراء. سلطة شو سلطة؟ الناس بتزعملتو لهم إياها بتقولوا صارفين ومتكلفين. أكلة ولا أربع سلطة مغذية قولكن تزبط وجبة لحالها. شو سلطة؟ زاكي 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 أدمقلكن فريش، كل ما أكلتوا لقمة كمية من أطعمة بتفجر في تمكن. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض. بس قبل بتمنى عليكم لايك شير وسبسكرايب، ضغطوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد في تلك ذات اللحظة. هنشوف كيف نعملها مع بعض ويلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة وتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف، بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخذتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهم على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. أول شيء يا حبايب، في عنا الجاج. الجاج عنا طبعا صدر مقطع مكعبات وبدنا نحمره بقلاية. زي ما انتو شايفين القلاية ما فيها ولا شيء ولا نقطة زيت، قلاية حامية كتير منيح. حطينا مكعبات الصدر المقطع مكعبات، زي ما انتو شايفين مكعبات صغيرة ما تكون كبيرة، يعني راس العصفور أصغر نتفة. منقلبهم كتير منيح بالقلاية، ولا نقطة زيت ولا حبة شيء. بدنا نقلبهم عشان ياخدوا لون، وكل ما كانت النار أحمى كل ما كان أحسن، ما بدنا ميتهم تنزل. بدنا الدجاج دغري ياخد لون من برا ويتجلتن من برا، ونضل نستوي بحرارة القلاية. برجع بقول ما بدنا ميتها تنزل، ما بدنا يكون النار واطية، ما بدنا نقطة زيت. شايفين نضلنا نقلب فيهم عشان يتغلفوا ويتجلتنوا ويستوا من كل الجانب. بنضل نقلب ليصير هيك في عنا شوية ألوان وشوية شغلات بتلزق بالقلاية. هون هلأ منضيف الملح لأنه بكون احنا ضمننا انه الدجاج يتقلق وبطل ينزل مية لأنه صار عليه سيلينج من برا. بنضيف شوية زبدة. بالنهاية هون من وقت النار لأنه بدنا الزبدة بس تسيح بتغلف المكونات، ما بدنا نقلي ولا فيها شيء ولا بالمرة، مجرد تدويب للزبدة. وزي ما انتم شايفين اذا اخذت شوية لون من الاطراف وبدنا نغلف فيها الدجاج ما بدنا نقلي فيها. هيك خلصنا، زبدة ذابت غلفت الدجاج، بنحطهم على طرف ليبردوا كتير منيح. هلا بدنا نعمل الدريسنج، مايونيز، في عنا خيار مقطع، في عنا تفاح مقطع، في عنا سالري مقطع، في عنا الدجاج. هلا كله بدنا نخلطه مع بعض. شايفين المايونيز اللي عنا، بنضيف عليه كوب من الساور كريم او الكريمة الحامضة، نخلطه كتير كتير منيح مع بعض. هذا الدريسنج اللي بده ياخذ كل المكونات اللي عنا. نضيف ملح زي ما انتم شايفين، بقدونس مجفف، ريحان مجفف، وفلفل اسود. نخلطهم كتير منيح مع بعض. هيك احنا تقريبا عملنا الرانش وبصل بودرة نضيف عليه كذلك، بيعطي نكهة كتير طيبة. نخلط المكونات كتير منيح مع بعض، وهلا بنضيف عليها كل الأشياء اللي قطعناها، السلري، التفاح، الخيار، البصل الأخضر، نخلطه كتير منيح مع بعض قبل ما نضيف الدجاج. نخلط المكونات كتير منيح زي ما انتم شايفين، خليها تاخذ من بعضها. واخر شيء بنضيف الدجاج مع الصوص الزبده اللي ضل، اذا في ضل شيء بالقلايه. شايفين الدجاج ما اشلبه، بس اهم شيء يكون بارد مش سخن ولا بيفقس عندنا الخليط. شوفوا هذا الزبده اللي ضلت عندنا مع الصوص، شوف ما اشلبها، رح تعطي طعمه خياليه. نخلط المكونات كتير منيح من تحت لفوق، ما بنفعص الدجاج، بدنا بس نغلفه ونخلطه كتير مع السلطة. طعمة ولا أروع بتخيل، يعني مش بدي أقولكم طعمة ولا أروع ولا أروع من هيك. وبتقدروا تعملوها وتتركوها تاني يوم شو طعمة بتشاهد.
هيك وصفتنا بتكون خلصت. سلطتنا بتشهي، تقدر تحطوا عليها اي بذور، بذر عين شمس، بذر قرع، تقدر تحطوا عليها كتير اشياء زاكي من فوق، تقدر تحطوا عليها مكسرات اذا بدكم، تخلطوها وبتزينوا فيها، وهيك وصفتنا بتكون خلصت. سلطة ولا اروع، وجبة كاملة بكل معنى الكلمة. اجي بشهي، نكهات تتفجر في الفم بكل بساطة. هيك وصفتنا بتكون خلصت. أتمنى عليكم أشوفكم فيديو جديد، ولازم تقولوا لي كيف طلعت معكم، تجربوها بالكومنتات، وهيك بشوفكم فيديو جديد. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، وتضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا، يعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.